اسمي مريم عبدو، محمد رايد، وفاء جمال، عمر عبد القادر، محمد كندي، روان جمال، مستشفى راشد، مستشفى دبي، متدربة مستشفى راشد قسم الملفات، متدرب في عيادة المزهر، الإدارة العامة وقسم المالية، متدرب في مستشفى راشد. استفدت من الدورة أشياء كثيرة، مثل أني أتعامل مع موظفين بلباقة، أني أنا أتعاون ويا طلبة، تحمل المسؤولية والالتزام بالوقت، العمل الجماعي، العمل التطوعي، كيف أسعد الناس، كيف أتعامل مع غيري، تعلمت كيف أكون واثقة من نفسي، تعلمت كيف أتعامل مع المرضى. أنصح طلاب المدارس والجامعات بالالتحاق بالتدريب الصيفي لكسب الخبرات والمهارات. أنصحكم تدشون هذا البرنامج، لأن البرنامج يساعدكم على تفتيح عقولكم ويخليكم بعيدين من المشاكل. أتمنى في السنوات الجاية يكون كل الطلبة ويشاركون ويانا في هيئة الصحة بدبي في التدريب الصيفي. أنصح جميع طلبة المدارس بالالتحاق بالبرنامج الصيفي لدى هيئة الصحة بدبي. أشكر كل اللي ساعدونا وأشكر الهيئة، أشكر هيئة الصحة على برنامج التدريب الصيفي وعلى الخدمات اللي قدموها لنا. أشكر المساهمين في هذه الدورة وكل من رعاها وأشرف على تنظيمها.